ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج الميزان واقوى اسبوع بالنسبه لاصحاب برج الميزان خلال شهر اغسطس بالكامل. من اقوى الاسابيع بالنسبه لك، لان في نوع من انواع التقدم الايجابيه، الطاقه العاليه، نوع من انواع التميز، رغم ان يكون او ان هيكون في كتير من الانتقاديه وكتير من الاعداء، كتير من الاعداء اللي هم فعلا عايزين ان هم يتوهوك ويبوظوا حياتك. في كتير من القيل والقال، ولكن انت قادر جدا جدا على اثبات نفسك، وقادر كتير على انك تاخد حقك من كل شخص جه عليك بمعنى الكلمه. في عندك ان انت نوع من انواع شويه التطوير في امورك العاطفيه، يعني انت بالفعل عندك تطوير في الامور العاطفيه الجيده كتير، اسمك بيسمع كتير في الاطار العاطفي، كتير عايز يقرب منك، كتير عايز ان هو يتعامل معاك، كتير في حاله من الاعجاب وحاله من الشغف القويه جدا جدا تجاهك. عندك كتير معجب بشكلك، بستايلك، بمظهرك، بحركتك، بتعاملك، كتير عايز يحبك، كتير عايز يقرب منك، كتير بيتخذ القدوه في كتير من الامور. عندك طاقه وسعي افضل ناحيه النجاح، ناحيه التميز، ناحيه انك تكون رقم مميز او انك انت تكون شخص مميز. شخص مميز في اتجاه مهني، في اتجاه عاطفي، في امورك الحياتيه. انت مش عايز ان انت تكون متراجع، انت عايز تكون متقدم. عندك كمان حاجات ليها علاقه باشياء انت كنت مأجلها، لا بتحاول ان انت تستكملها، بتاخد خطوات مهمه كتير في امور اساس او ثبات لحياتك. يعني كنت مأجل حاجه ليها علاقه بامر عاطفي او بامر دراسي او بامر مهني او مشروع مهم، ولكن انت عندك حته الاستكمال، يعني انت بتكمل ده، عندك ان انت بتوصل، عندك ان انت بتخلص، فعندك ده جدا. برج الميزان الاسبوع الثالث افضل كتير، لان الشمس برضو موقعها مازال داعم ليك في برج الاسد، يعني افضل كتير من الاسبوع الرابع. الاسبوع الرابع هيبقى شويه في نوع من انواع العند شويه يعني، لكن الاسبوع الثالث قوي. طب تعالوا نتكلم على الاطار المهني ثم الاطار العاطفي الاخ. يعني الاطار المهني، بصوا ركزوا كويس قوي برج الميزان، الاطار المهني في عندك نوع من انواع الاعداء الكتير، يعني كون حريص كتير على سرقه، يعني لان انت معرض كتير لسرقه، معرض كتير لتعاملات سلبيه، معرض كتير لان اشخاص يحاولوا ان هم ينتقدوك، عندك في امر جدلي. ولكن خلي بالك، لان عندك عارف اللي هو ربما ضره نافعه، فانت عندك اشخاص هيبقوا بيعندوك، بيقفوا قدامك، بيعاقبوك بامر ما، بينتقدوك، ولكن انت عشان قوي في الملاحظه وقوي في سرعه البديهه وعندك طاقتك مميزه جدا جدا وموقع الشمس بيخدمك كتير، كل الحاجات دي بتخليك ان انت تنتصر في الاخر. عارف فكرة ان انت لما تشوف ان شخص بيعمل حواليك شيء مش لطيف، بس انت شايف ان في الاخر في ايجابية بتعم عليك جدا، فانت بالظبط ده يا برج الميزان. انت هتلاقي ان انت بتسكت وبتبدأ تقول الشخص ده متخلف جدا، ده انت بتعمل ليه خير على فكرة، بس انت مش داريان، بس انت عشان ربنا بيوقعك في شر اعمالك، فانت شايف ان اللي انت بتعمله ده حاجة حلوة يعني، فانت عندك ده. ففي نوع من انواع ان انت بتقرا اللي قدامك كتير، عندك في اعداء، انت ممكن تصاب ببعض الاشياء السلبيه، بس في نفس الوقت اللي هو مصائب قوم عند قوم فوائده، يعني انت عندك ممكن تبقى في مشكله بالنسبه لك، بس هتكون داعمه برضو ليك انت مش لحد تاني، يعني هتكون داعمه ليك. فعندك امور مهنيه، اشخاص بيعترضوا طريقك، عارف فكره ان انت كنت مكمل في مسيره، حد اعترض طريقك، فبتبدا تمشي في الاتجاه المختلف او اتجاه تاني، وترجع تكتشف ان الطريق اللي انت كنت ماشي فيه ده مجازا، بس انا بفهمكم الدنيا، الطريق اللي انت كنت ماشي فيه وحد اعترض طريقك، الطريق ده كان ممكن يكون كان فيه هبوط ارضي، كان فيه مشكلة هتحصل فيه، فبتبدا ان انت تقول ايه ده، ايه العناية الالهية دي، ايه اللي انا فيه ده، ايه الهنا العسل ده كله. فانت عندك ده برضو. بالنسبه في الاطار المهني، انت عندك نوع من انواع التقدم، عايز ان انت تطور من نفسك، عايز ان انت تنجح، وكانك واخدها تحدي مع حد، والتحدي ده هينجحك كتير وهيكسبك كتير. ولكن انا ارجو منك لو في مشاكل ليها علاقه بشكل مباشر ابعد عنها وتجاهل الشخص، ابعد عن الامور العصبيه والمشاكل والجدل والحوارات، لان انت
لما كل ما ترتقي بنفسك اكتر في الاطار ده، كل ما هيكون الافضليه والتميز ليك انت اصحاب برج الميزان. برج الميزان الوضع المادي، الوضع المادي انت بالنسبه لك مطالب بفلوس كتير، مطالب بانك تحوش فلوس، مطالب انك تدفع فلوس، مطالب ان انت في 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 جو مطالب بدفع فواتير او مطالب بسداد ديون، في عندك دفع حاجه، في فلوس مطلوبه منك، ولكن انت في فلوس جايه لك، في فلوس جايه لك، وهتكون فلوس احلى كتير. طيب انت عندك موروثات، عندك موروثات، عندك مال جاي من اطار مهني، وده بالنسبه لي كتير من الاعداء بيسير حقدهم. انا عايز اقول لك على حاجه، ان الاعداء المتماثلين بالنسبه لك في ان هم يعترضوا طريقك هم اشخاص حقد، شايفين ان انت افضل، شايفين ان انت اميز، شايفين ان انت انجح، شايفين ان انت متطور اكتر، فده بيخلق او بيسير حقدهم اسرع. بالنسبه لاصحاب برج الميزان، انت في الاطار العاطفي عندك خطوبه او زواج، بدايه لامر عاطفي او اكتمال لامر عاطفي، ولكن في كلتا الاحوال هي فرحه، نوع من انواع الفرحه المتميزه كتير ليك. خطوبه، زواج، بدايه عاطفيه، مولود جديد، خطوه ليها علاقه بالترابط العاطفي الاكتر، الشريك بيساعدك وبيساندك، رجوع بصوره كبيره جدا، او حب جديد بينور حياتك. فالوضع العاطفي من اجمل ما يكون ومن اقوى ما يكون، لانك بتمارس سحر قوي جدا جدا في ان انت تكون شخص جذاب، في انك قادر على لفت الانتباه بشكل قوي، ده خلال الاسبوع الثاني بشكل عام. لكن انت لو هتكلم، انا بتكلم على الاسبوع الثالث فقط، فانت جاذبيتك اقوى ومضاعفه اكتر في الاسبوع الثالث عن الاسبوع الرابع، لان برضو موقع الشمس قد ايه بيخدمك وقد ايه كتير هو داعم ليك. عندك تحويل علاقات صداقه لعلاقات عاطفيه، وعندك كتير من علاقات شويه صداقه كانت مش احسن حاجه لكن بتبقى احسن حاجه، وعندك علاقات صداقه جديده بتكون موجوده في حياتك وتطوير بشكل قوي، وكمان صداقات مهمه جدا جدا، وده بيكون شيء داعم كتير ليك يا اصحاب برج الميزان. برج الميزان انت عندك كتير، هيبقى عندك ان انت بتصاحب الاشخاص الاكبر منك سنا، وده هيكون بالنسبه لك حاجه ليها علاقه بالتميز، بتحس ان انت بتكون افضل، صداقات قديمه بترجع مره تانية، كل ده بالنسبه لك بدايه من يوم 15. وانا شايفه ان الاسبوع الثالث هيبقى افضل كتير، لان كمان بالنسبه لك على قد ما في اعتراض شويه مهني بسبب انتقال كوكب عطارد لبرج العذراء، الا ان موقع الشمس وموقع كوكب الزهره وكوكب المريخ داعمين كتير 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 ليك فعلا. بالنسبه لك في الامور العاطفيه زي ما قلت لكم انها افضل واحسن كتير، للناس اللي مش مرتبطين عندهم ارتباط بدايه عاطفيه قد ايه مهمه، انتقال من علاقه صداقه لعلاقه عاطفيه عندك تطوير وجاذبيه هايله جدا جدا، لان عندك حاله من التغيير، مهتم كتير بشكلك، مهتم كتير بجسمك، مهتم كتير بحاله من التغيير، انت شكلك بيبقى احلى، فده موجود عندك قوي، وده بيعمل جذب للجنس الاخر ليك قوي او تجاهك. بالنسبه للناس اللي هم مرتبطين، في عندك ترابط اكتر، مولود في بدايه حلوه، في تصالح، في قرب علاقات، في عندك شيء جديد، في حد شريك بيهديك، في شريك بيقف معاك، فعندك حاله من الدعم القوي. بالنسبه لك ان انت بتدي تاثير قوي على الشريك في ان هو يبقى حبك اكتر، منجذب ليك اكتر. بالنسبه للناس المنفصلين عندك كتير من رجوع في الماضي، وفي نفس الوقت عندك حب جديد. برج الميزان انت خلال الاسبوع الثالث تمتلك سرعه بديهه من اقوى ما يكون، عندك سرعه بديهه، وعندك كمان ان انت فاهم الدنيا اكتر، عايز تسعى اكتر، عايز تحصل على ما تريد بشكل اسرع، فعندك ده. بالنسبه للتعاملات الاجتماعيه انت عندك في ترابط اجتماعي او ترابط عائلي، في زيارات عائليه متبادله، في حضور مناسبات، عندك تحضير لمناسبه مهمه كتير في حياتك، عندك بالنسبه لك جو من اللي هو ان انا عايز اغير من نفسي، عايز اعمل حاجة مهمة، بتحضر لحاجة مهمة، بتحضر لمشروع، بتحضر لشيء قوي، وده برضو من حاجات المهمة كتير. عندك حاجة انت عايز الكل يتكلم عليها بشكل ايجابي، فانت بتعمل ده جدا وبتدور على ده جدا. برج الميزان برضو في الاطار الاجتماعي والعائلي انت عندك تصالح عائلي وقرب علاقات، يعني اشخاص انت معاهم على خصومة، لا بيبدأ ان انت في تصالح، في رجوع مرة تانية للعلاقات العائلية دي بشكل وطيد كمان، يعني بشكل حلو، فعندك ده جدا يا برج الميزان. برج الميزان كمان انت عندك حاله من ان انت بتغير في نفسك اكتر، بتغير في ستايل، في شكل، في ديكور، وده برده من الحاجات المهمه اللي انت حاببها قوي وعايز تعملها قوي وبتعملها بالفعل وحابب ان انت بتعملها. كمان انت عندك غير سرعه البديهه، عندك انك انت مهتم بامورك الحياتيه، مهتم كتير بتطوير في فكره الوضع المهني او طريقه شغلك، عندك ان انت مهتم كتير بطريقه فكرك واتخاذك لبعض الامور
والقرارات بشكل عامل ازاي، عندك إعادة حسابات بشكل قوي جدا، عندك انك بتفكر في بكرة وبتفكر في المستقبل، عندك إعادة حسابات مادية، عندك مشتريات او بتفكر في قائمة مشتريات بالنسبة لك قد ايه برضو هتكون داعمة كتير. المشتريات داعمة ليك لان انت بتشتري حاجة مهمة او بتفكر في ان انت تشتري حاجة مهمة هتكون داعمة ليك فيما بعد. طيب برج الميزان بالنسبة لك انت عندك كمان في الامور الصحية اهتمامات صحية قوية كتير، مهتم بصحتك، مهتم بفيتامينات، مهتم بيه ان انت تلعب رياضة، مهتم بيه ان انت تقوي بنيتك الجسدية، وكمان ان انت تلعب رياضة او فيتامينات، او ان انت مهتم بنظام غذائي صحي للنشاط العقلي، لانك بتدور كتير على النشاط العقلي يا برج الميزان. فدي نقطة من النقاط المهمة كتير خلال الاسبوع الثالث. الاسبوع الثالث استغلوه لانه من اقوى الاسابيع خلال شهر اغسطس. انا بشكركم كتير، بتمنى اني اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.